بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هحل فيه بروبلم رقم 533 من كتاب فيلدر اند روسو. في الكتاب بيقول، في المساله بيقول مونوكلوروبنزين الرمز بتاعه M is produced commercially by the direct catalytic chlorination of benzene. فهو هنا بيعمل chlorination للC6H6 اللي هو البنزين عشان ينتج C6H5Cl اللي هو المونوكلوروبنزين. الكلام ده بيحصل عند درجة حرارة 40 دجري سلسيوس و 120 كيلو باسكال أبسوليوت. In the process, dichlorobenzene is generated as a co-product. Co-product اللي هو dichlorobenzene C6H4Cl2. خلي بالك في فرق بين الكو-product وبين الباي-product. Co-product يعني منتج أنا عايزه برضو، تمام؟ فالبروسس بتاعتي بتنتج الدايكلوروبنزين وفي نفس الوقت بتنتج الدايكلوروبنزين والمونوكلوروبنزين، فالاثنين بيطلعوا منتجين عندي. المنتج المونو بيطلع اساسي والدايكلوروبنزين بيطلع كمنتج ملحق بالمنتج الرئيسي. بعدين بيقول ليكويد اند جاز ستريم ليف ذا رياكتور. يبقى في اثنين ستريمز بيطلعوا من الرياكتور اللي هو الليكويد والجاز ستريم. ذا ليكويد contains الكومبوزيشن بتاع الليكويد ستريم 49 ويت بيرسنت مونو 29.6 داي اند ذا ريميندر ان رياكتد بنزين. يبقى البنزين والمونو والداي بيطلعوا في الليكويد، وناخد بالنا ان هو مديني هنا الكومبوزيشن بالويت بيرسنت مش بالمول بيرسنت. ناخد بالنا برضو ان احنا بنشتغل هنا رياكتور، فالرياكتورز انا دايما بشتغل بالمول، فانا هحتاج اغير الويت بيرسنت دي الى مول بيرسنت وانا بحل. بعد كده بيقول ذا جاز ستريم بقى which is sent to a treatment facility contains الغاز بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على 92 volume percent HCl و 8% unreacted chlorine، تمام؟ يبقى هنا مديني الفوليوم بيرسنت، واحنا اتفقنا قبل كده ان الفوليوم بيرسنت هو المول بيرسنت، يبقى كانه مديني مول بيرسنت بتاع الغاز بتاعي اللي خارج عندي عامل ازاي. السؤال بتاعه what volume of gas leaves the reactor، محتاج يعرف المتر مكعب بتاع الغاز اللي طالع لكل كيلو جرام بنزين داخل الرياكتور، لكل كيلو جرام بنزين داخل للرياكتور. طيب انا قبل ما احل المساله الحقيقه انا هكتب الموليكولر ويت بتاع البنزين والمونوكلوروبنزين والدايكلوروبنزين عشان هنحتاجهم في المساله. فالبنزين الموليكولر ويت 78، المونو هيبقى 112.5 والداي هيبقى 147. نبدأ نحل المسألة. أول حاجة هرسم الفلوت شارت. الفلوت شارت بسيطة جدا، عندي ستريم واحد داخل الرياكتور وفي اتنين ستريمز خارجين. أكتب المطاليب الجيفنز والأنونز. أنا ما عنديش أي جيفن في الفيد، فأنا حاطط هنا إن واحد بنزين وكاتب جنبها إم ماس، لأن أنا هحتاج أحولها الماس، لأن في المطلوب عندي إن أنا هقسم على كيلو جرام بنزين، فأنا هحتاج الماس بتاعة البنزين. كاتب ان 2 كلور ما اعرفوش برضو. في الستريم الليكويد اللي خارج انا عندي ان 3 ليكويد وعندي المولر كومبوزيشن مجهول، ولكن انا عارف الويت كومبوزيشن، فدي نقطه مهمه. انا عارف هنا الويت كومبوزيشن ولكن المولر كومبوزيشن مجهول، هحتاج احول من دي الى دي بعدين. في الغاز اللي خارج انا ما اعرفش النمبر اوف مولز، وانا كاتب هنا الفوليوم لان انا محتاج في الاجابه النهائيه محتاج اجيب الفوليوم بتاعي في 4 عشان اقدر احل. فانا المجاهيل بتاعتي المجهول بتاعي او المطلوب هو في 4 على ام 1، فانا عشان كده كتبت هنا في 4 وكتبت ام 1. الغاز عندي كتبت عندي الكومبوزيشن المولر فراكشن اللي هو 0.08 كلورين و 0.92 اتش سي ال، وعند درجه حراره 40 درجه مئويه و 120 كيلو باسكال. قبل الحقيقه ما نحل المساله انا هحتاج احول الويت بيرسنت الى مول بيرسنت، فهاجي كده على جنب وهكتب الليكويد ستريم. الليكويد ستريم هاخد فيه بيزس بيساوي 100 جرام، تمام؟ وبعدين احسب الان بتاعت البنزين والان بتاعت المونو والان بتاعت الداي. احسب الان بنزين، الان بنزين هتساوي كام؟ هتساوي ال 21.2 جرام، جايبها من هنا من الويت بيرسنت بتاعت البنزين، تمام؟ مقسومه على الموليكولار ويت بتاع البنزين اللي هو 78، هتطلع عندي 0.2718. وبعدين خليني احسب الان المونو اللي هي هتساوي 49.2، جايبها من الكومبوزيشن اللي هو مديهوني، مقسومه على ال 112.5 اللي هو الموليكولار ويت بتاع المونو، هتطلع 0.4373. وبعدين احسب الان بتاعت الداي اللي هي هتساوي 29.6 مقسومه على 147 الموليكولار ويت بتاعه، هتطلع 0.2014. وبعدين اجيب الان توتال
الان توتال بتاعهم هيطلع 0.9105، وبعدين اجيب الواي بنزين حاطط اللي هي الان بنزين بقى اللي هي 0.2718 على 0.9105. طبعا الكلام ده كله مول، تمام؟ هنا كل اللي فوق ده مول، هيطلع عندي الواي هنا اهو البنزين 0.299، الواي بتاعت المونو هتطلع 0.480، والواي بتاعت الداي هتطلع 0.221. كده انا هشيل الواي اللي مكتوبه في الحته دي واكتب مكانها ايه الحاجات الارقام اللي انا جبتها، فهيبقى عندي 0.299 بنزين، 0.48 مونو، و 0.221 داي. طيب خلينا بعد كده الخطوه اللي بعد كده خلينا نعمل ديجريز اوف فريدم اناليسيس عشان نشوف هنعرف نحل السيستم ولا مش هنعرف. فخلينا نحسب، يبقى دي خلاص خلصت، نعمل هنا اهو الديجريز اوف فريدم. فنعمل الانونز، الانونز بتوعي هم مين؟ الان واحد، الام واحد، الام واحد، الان اتنين، نروح ستريم تلاته هيبقى فيه الان تلاته، ستريم اربعه هيبقى فيه الان اربعه، والفي اربعه، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، يبقى دول بيساوي سته فاريبلز انون. هشتغل اكسنت اوف رياكشن، فهجيب الرياكشنز بتوعي، الرياكشنز بيساوي كام؟ الرياكشنز هيساوي 2، تمام؟ الماتيريال بالانس على الرياكتيف سبيشيز، انا عندي الرياكتيف سبيشيز كام؟ البنزين والكلورين المونو والداي والاتش سي ال في 5، فعندي الماتيريال بالانس هيتعمل على 5 كومبوننتس، وعندي ريليشنز، مين هما الريليشنز بتاعتي؟ انا عندي ريليشن ما بين ان واحد وام واحد اللي هي الموليكولار ويت بتاع البنزين، دي ريليشن، تمام؟ وعندي ريليشن ثانيه ما بين ان اربعه وفي اربعه اللي هي الايديال جاز لو، تمام؟ فدول اثنين ريليشنز، فالريليشنز هتساوي 2، يطلع الان ديجري اوف فريدم هتساوي 6 زائد 2 ناقص 5 ناقص 2 هتساوي 1. خلي بال حضرتك انا في المساله دي ما عنديش بيزس، فانا هفرض بيزس ال ان 4 ان 3 مثلا. ليه هفرض ان 3؟ عشان اكتر حاجه جيفن عندي كومبوزيشن بتاع البرودكت، عرفت هنا 3 كومبوزيشن فهتريحني في الحل. لكن حضرتك تقدر تفرض اي بيزس، تقدر تفرض ان 4، تقدر تفرض ان 1، تقدر تفرض ان 3، ولكن ان 3 انا شايف ان هي هتبقى مريحه اكتر، فانا هاخد بيزس ان 3 بتساوي 100 مول، فهيبقى ال ان ديجري اوف فريدم لان 3 اتعرفت فالديجريز اوف فريدم هتتعرف، خلاص هتتحل، تمام؟ يبقى كده نقدر نحل المساله بالديجريز اوف فريدم، مفيش مشكله عندي خالص. نبدا نحل المساله بالاكستنت اوف رياكشن. انا هنا كتبت المساله مره ثانيه، وخليني اكتب المعادلات بتاعتي. انا كان عندي البنزين بيتفاعل مع السي ال 2 بيديني المونو زائد اتش سي ال، وكان عندي المونو بيتفاعل مع سي ال 2 بيديني الداي زائد اتش سي ال. دول المعادلات بتوعنا عشان هنحتاجهم واحنا بنحل بالاكستنت اوف ريكشن. طيب نعمل بالانس على مين الاول؟ الحقيقه هعمل اول بالانس على الداي. ليه الداي كلورو بنزين؟ عشان الداي ظهر في معادله واحده بس، فهيريحني ان انا اقدر اجيب اكس اي 2. الداي بيقول ايه؟ الان اللي خارجه، الان اللي خارجه هتساوي كام؟ 0.221 مضروبه في 100. 0.221 مضروبه في 100 هيساوي النمبر اوف مولز اللي داخله الرياكتور 0 زائد اكس اي 2. من هنا هقدر اطلع اكس اي 2 هتساوي 22.1 مول، تمام؟ هعمل بعد كده على المونو. المونو خارج قد ايه؟ خارج 0.480 مضروبه في 100 هتساوي اللي داخل كام؟ داخل 0. المونو ظهر اكس اي 1 بالموجب واكس اي 2 بالسالب، لان المونو في اول معادله بيطلع منتج فعشان كده موجب بالواحد، وفي ثاني معادله هو رياكتنت فعشان كده بالسالب. من هنا هقدر اجيب اكس اي 1، هتطلع اكس اي 1 بتساوي 70.1 مول. بعد كده هعمل البالانس على البنزين عشان اجيب ان 1، هقول اللي خارج اللي هو 0.299 مضروب في 100 هتساوي اللي داخل اللي هو ان 1 ماينس اكس اي 1. البنزين بيتفاعل في اول رياكشن بس، تمام؟ من هنا هقدر اجيب ان 1، هتطلع ان 1 برضه بتساوي 100 مول. يبقى جبت ان 1
خلاص بتساوي 100 مول. بعد كده هعمل بالانس على ال HCl عشان اقدر اجيب ال N4. تمام؟ ال HCl اللي خارج بيساوي كام؟ بيساوي 0.92 من N4. اهو 0.92 مضروب في N4. ف 0.92 في N4 الكلام ده هيساوي ال HCl اللي داخل 0. ال HCl خرج من اول رياكشن بستايكومتريك كوفيشنت 1 وتاني رياكشن استايكومتريك كوفيشنت 1 هيبقى عندي زائد XI 1 زائد XI 2. هنحل المعادلة دي، معادلة في مجهول N4، هيطلع عندي N4 بتساوي 100.217 مول. تمام؟ جبت N4 بتساوي كام؟ آخر حاجة هعمل بالانس على Cl2 عشان أجيب N2، هيبقى عندي Cl2 اللي خارج اللي هو 0.08 N4 اللي أنا لسه حاسبها بيساوي Cl2 اللي داخل اللي هو N2. Cl2 ناقص XI1 ناقص XI2 لأن Cl2 اتفاعل في الاثنين رياكشنز والاثنين رياكشنز كان رياكتنت فيهم. هيطلع عندي ال N2 بتساوي 100.217 مول، نفس الرقم بتاع N4 بالظبط. كده جبت N1 وN2 وN4. تمام؟ خلاص كده أنا حليت المسألة. محتاج أجيب M1، من N1 دي هقوم جايب M1. M1 هتساوي ال N1 في الموليكولار ويت بتاع البنزين هتساوي 100 في الموليكولار ويت 7.8 بتاع البنزين هتساوي 7.8 كيلو جرام. طبعا هتطلع بالجرام، انا حولتها لكيلوجرام، فجبت الام واحد من هنا. وبعدين من الان 4 اقدر اجيب في 4. تمام؟ هطبق القانون بتاع الستاندرد، هيبقى في 4 هتساوي الان 4 مضروبه في تي 4 على التي ستاندرد مضروبه في البي ستاندرد على البي 4. تمام؟ هتساوي الان 4 بتاعتي خارجه 100.217 هضربها في التي 4 اللي هي 40 ديجري سلسيوس بس حجم عليها 273 زائد 40 عشان تبقى بالكلفن، والتي ستاندرد 273، وبعدين اضرب في البريشر الستاندرد. طبعا هنا في الفي ستاندرد انا نسيتها، في اس. البريشر الستاندرد عندي 1 اتموسفير، هو هنا بالكيلو باسكال، ال 1 اتموسفير هو 101.3 كيلو باسكال. البريشر جيفن هنا 120 كيلو باسكال، وبعدين اضرب فيه الستاندرد فوليوم اللي هو 0.0224. الكلام ده بالمتر المكعب عشان يطلع الفوليوم بتاعي بالمتر المكعب، هيطلع 2.17 متر مكعب. اقسم ال V4 على ال M1 هتساوي 2.278 متر مكعب جاز لكل كيلو جرام بنزين فد اللي هو طالبها في راس المسألة. يبقى دي الإجابة بتاعتي اللي هو كان عايزها، 0.27786. المسألة اتحلت بسهولة جدا. طبعا المسألة دي لو جاية في امتحان ولا حاجة انا مش هقف عند كده، لا ده انا هطلب منك الكونفرجن، هطلب منك السلكتيفيتي، هطلب منك اليلد، هطلب حاجات تانية كتير، بس كلها نقدر نحسبها طالما الماتيريال بالانس اتحل، نقدر نعمل الحاجات دي كلها. فالمسألة دي مسألة تقدر تيجي في امتحان، مسألة امتحانات يعني. المسألة ممكن تتحل بطريقة الاكسنت اوف رياكشن، وممكن احلها بالاتوميك، ما عنديش اي مشكلة خالص ان انا احل المسألة برضو بالاتوميك، وهتتحل بسهولة جدا برضو، ما فيهاش اي مشكلة. في المسألة دي ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا بتتكرر كتير، ان هو ممكن يديني كومبوزيشن بالماس فراكشن. تمام؟ ولكن انا عارف ان انا وانا بشتغل في الرياكشن دايما بشتغل بالمول فراكشن، فناخد بالنا من القصه دي، ان انا لو جالي كومبوزيشن ماس فراكشن لازم احوله لمول فراكشن عشان اعرف اعمل بالانس على الرياكتور. شكرا جزيلا، نشوف حضراتكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.